السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما بنقول كل يوم وبنفكر وبنذكركم إنه أوعى تنسوا لايك وكومنت وإكسبلور. تاني حاجة أوعى تنسوا إن إحنا كل يوم الساعة 10:30 في بث مباشر إن شاء الله تعالى. تعالوا وفسروا أحلامكم وإن شاء الله تلاقوا إجابة لأسئلتكم. النهاردة هنتكلم عن رؤية الاغتسال في ماء البحر. رؤية الاغتسال في ماء البحر. ماء البحر من الأشياء التي تستخدم في العلاج، التي تستخدم في التشافي، فهنا الاغتسال فيها تدل على إن شاء الله بإذن الله تعالى على بشرى لزوال هم وضيق عند الرائي، لتحسن في أمور الرائي. لو الرائي مريض يدل على إن شاء الله بإذن الله تعالى بشرى له بالتعافي والتشافي. لو عنده إصابة بمس أو سحر أو عين فدي برضو إن شاء الله بشرى ليه بالتشافي والتعافي منها. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.